جينا تاو للفينال، جينا تاو للاستحفاظ على الفلوس، ونشوفوا الممثلين اللي نورونا اليوم قديش باش يخليوا فلوس من 100 مليون، كل واحد فيهم باش يلعب على 20 مليون. فكر السادة المشاهدين اللي اشتر الفلوس ان شاء الله باش تربح اليوم، تنجموا تقسموها بمساج ام على 85811، واللي يحب يربح وحده يقول لك انا احب وحدي ما نقسم مع حد، يبعث على 85810، مسابقه نتاع الحوار التونسي. والفرز يتم تنقلوا لكم وقتاش، في فترة أخرى يتم الفرز وتتم القرعة باش نختار شكون اللي ربح ال 100 مليون. سي محمد باش نسألك 10 أسئلة في ظرف دقيقة. أسئلة منوعين فيهم الرياضة، ثقافة عامة من برشا مجالات مختلفة. عندك مشكلة الوقت، باش نخسروك بالوقت في ظرف 40 ثانية، في ظرف 40 ثانية باش نسألوك 10 أسئلة، واضح سي محمد؟ تفضل. بسم الله. توب، ما هي جنسية الحكم برويجي كولينا؟ باس. كم عدد الأشواط الأقصى في الكرة الطائرة؟ باس. أحد عجائب الدنيا السبعة التي تقع في الإسكندرية؟ قبل الإسكندرية. باس باس. المنتخب الذي لم يغب عن أي دورة في كأس العالم؟ باس. كأس العالم عمره ما غاب. برازيل. الاسم الحقيقي للخنساء؟ مذرة. جاوبتهم كل وحدي انا. اس. كم يبلغ طول الحناية بزغوان؟ اس. ما اللون الذي لا يمكن للنحل رؤيته؟ هو الاحمر. صعبناهم بالحق. صعب، عندك حق. صعب برشا. محمد تراوش. تراوش. جنسية الحكام بيرلويجي كولينا ايطاليا. طلياني. كم عدد الاشواط الاقصى في الكرة الطائرة؟ خمسة اشواط. احد عجائب الدنيا السبع التي تقع في الاسكندريه. مناره بتاع مناره. مناره الاسكندريه. الاسم الحقيقي للخنساء؟ توماذر. بنته عمره ابنه الحارث. المنتخب الذي لم يغب؟ صحيح. صحيحه. البرازيل. كم يبلغ طول الحنايه بزغوان؟ 50 اول جد. اقل اكثر. 132 كيلومتر. كيلومتر معروف. شكون العالم الفيزيائي الذي اكتشف القوانين الاساسيه ذي؟ من باخلتني له. اسمع، ثم الاشواط بتاع الفولي سهله برشا، بتاع الكره الطايره هذيك. هي هذيك بالوقت راه حتى كلنا سهل. حتى كلنا سهل. هي صعيب في الوقت، في الغاسره بتاع الوقت. كره لا كره لا كره. عندك اجابه صحيحه. قداش قاعدوا فلوس؟ خلى شيء. خلى شيء. خلينا نفهم نقول. شيت الفلوس. صافا 82 مليون. باقي فلوس. سادة المشاهدين باقي فلوس. ياسر. مبذر مبذر. ياسر بذرت. مبذر. ياش ما اللي مشى ما رجعش. مبذر. زميل كون حاضر قول حاضر. مانيش حاضر بالكل. مش حاضر برا برك. مش حاضر اخزر. ما هي أكبر دولة منتجة الكاكاو في أفريقيا؟ ما هي الطاقة التي يولدها البرق؟ كهرباء. في أي دولة يوجد أكبر ملعب كرة قدم؟ البرازيل. من هم أول من اخترعوا بارود البنادق؟ الصينيين. ما هو الرقم الذي لا يوجد له رقم روماني خاص به؟ نعرفوش. بماذا تسمى الزاوية إذا كانت أكبر من 90 درجة؟ زاوية مفتوحة. ما هو الطير الذي يمكنه الطيران للخلف؟ يطير بالشرير. من صاحب أغنية عشيباني وسع؟ عشيباني. فاطمة بوزاح. أنا واحدة برك. لا طلع طلع. كان تعاود تسد الطاولة يقول فاطمة بوزاح بالتغسويرة نتاع الوقت. أكبر دولة منتجة الكاكاو في أفريقيا هي الساحل العاج. العاج كوت ديفوار. الطاقة التي يولدها البرق هي الطاقة الكهربائية. صحيح. في أي دولة يوجد أكبر ملعب كرة قدم؟ ملعب رونغرادو بكوريا الشمالية. يهز 140 ألف متفرج. أكيد هذا ما نعرفوش. ما نعرفش. نورمالمون أمريكان في البرازيل. هذا أكثر. من هو أول من اخترع بارود البنادق؟ هم العرب اخترعوا البارود البنادق. ما هو الرقم الذي لا يوجد له رقم روماني؟ صفر. فما واحد روماني، اثنين روماني، صفر ما فماش. ماذا تسمى الزاوية إذا كانت أكبر من 90 درجة؟ الزاوية المنفرجة. هذوما هما قداش عندهم من إجابة صحيحة؟ زوز. واحدة برك، واحدة برك. أنت قلت الزاوية المنفرجة المفتوحة، ما قلتش الزاوية المنفرجة. إجابة واحدة. قداش قاعدوا فلوس؟ قداش قاعدوا فلوس؟ أربعة. 64 مليون. 64 مليون سيادة المشاهدين. باقي فلوس، باقي فلوس. واه صعبتهم عليك، ما قريتني قبل، كنت أمتحن فيتهم باش صعبناهم عليك. بسم الله. توب، أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية؟ لا
ليش بيه ليه ما هي الدوله التي اشتهرت باطباق التاكوس؟ المكسيك. اكمل اسم مسرحيه شكسبير؟ تاجر بندقي. ما هي الخلايا الاطول في جسم الانسان؟ الخلايا العصبيه. باي بلد تقع بلده اورلي؟ فرنسا. سمي احدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. فاطمه. سمي احدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. خديجه. في اي بلد تقع مدينه ام الصلال؟ لا, لا 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 قطر. ما هي اعمق منطقه بحريه؟ منطقه بحريه. معلم جاي عندك اجابات. عنده ثلاثة زعما دخلوك بعضك في قطر ام سليل يلعب فيها ديجا ايمن عبد النور الكيب نتاع في قطر سهلين تاجر بندقية ظهر مش تاجر اللعبة معنا ظهر انت رجل مسرح تاجر بندقية اذا كان ما طلعش تاجر بندقية وقتها عاد سي محمد قال اللي هما سهلين سهلين عاودهم له عاودهم حتى عاودهم له طلع عاودهم له واحد اول رئيس للولايات المتحدة الامريكية كينيدي. ما هي الدولة التي اشتهرت بأطباق التاكوس؟ المكسيك. أكمل اسم مسرحية شكسبير؟ تاجر البندقية. ما هي الخلايا الأطول في جسم الإنسان؟ أس. في أي بلد تقع بلدة أورلي؟ أورلي 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 يا مطار أورلي في فرنسا. سمي إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. فاطمة. سمي إحدى زوجات الرسول. السيدة خديجة. في أي بلد تقع مدينة أم سليل؟ دبي. أعمق منطقة بحرية؟ البحر الأحمر. برافو صحيح صحيح سي محمد ما نقريش ترهم غلط ترهم غلط فما صحاح تو أنت قلت واشنطن بدلوا كينيدي هذاك كينيدي ما نجيبش فتحي عندك سبعة صحاح ولا مفتوح ولا مفتوح أستاذ يا معلم أستاذ قاعدوا 58 مليون باهين فلوس باهين وحده خليه وحده لا بك وحده توب على كم يحتوي شهر سبتمبر من يوم؟ 30 من هو اللاعب المصري الذي يحترف في فريق ليفربول؟ عن صلاح من هو الرئيس الحالي لجمهورية إيران؟ علي أكبر علي أكبر رئيسي كم كل سنة تقام الانتخابات التشريعية في تونس؟ كل أربع خمس سنوات بماذا تسمى السلحفاة بالإنجليزية يوريها؟ هذه نعرفها في أي مدينة ولد سيدي محرز؟ في سيدي محرز في تونس ما هي أعلى درجة حرارة سجلت على كوكب الأرض؟ فوق 60 في أي سنة توفي زين العابدين بن علي؟ 2018 سمي محرك بحث جوجل 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 شوفوا يحسبوها ولا بعد توقيت لا جوجل على كم يحتوي شهر سبتمبر من يوم 30 يوم صحيحه نزيدوا نستحضروا الفلوس اكيد صالح يلعب في ليفربول لا سهله هذه الرئيس الحالي لجمهورية ايران هو ابراهيم رئيسي اسمه ما نعرفوش اسمه رئيس كم كل سنه تقام انتخابات تشريعيه في تونس كل خمس سنين ماذا تسمى السلحفاة بالانجليزيه تيرتل 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 كنتش تقولها فتحي قلت انا قلت في اي مدينه ولد سيدي محرز في اريانا في اريانا اي ما هي اعلى درجه حراره سجلت على كوكب الارض 56.7 درجه سجلت 10 جويلية 1913 في امريكا في كوش في كوش في اي سنه توفي زيد عبد الدين بن علي في 2019 19 اسمعني الاجابات التقبيليه ما قلتناش عليهم للمعلومه خاطر رئيس امريكا تاع تاع فتحي ذيب فيه قانم كل صحيح أول رئيس الولايات المتحدة ما برشا صحاح جورج واشنطن واشنطن تولى المنصب عام 1789 الدولة اشتهرت بأطباق التاكوس المكسيك صحيح المكسيك في العوينة عندهم أكمل اسم مسرحية تاجر البندقية الخلايا الأطول جسم الإنسان هي الخلايا العصبية عصبية يوصل طولها حتى المترو 37 في أي بلد تقع أورلي في فرنسا إحدى بنات الرسول فما فاطمة الزهراء زينب رقية أم كلثوم إحدى زوجات الرسول 11 زوجة خديجة ميمونة صافية جويرة سودة عائشة حفصة أم سلمة أم حبيبة ماريا زينب في أي بلد تقع مدينة أم سليل في قطر أعمق منطقة بحرية خندق ماريانا عمقه 10.994 متر في المحيط الهادي طوله 10.994 10,000 قريب 11,000 متر عمق في المحيط الهادي قلت أنت خلينا نمشيو توا نشوفوا قداش قاعدوا فلوس قداش قاعدوا فلوس من بعد ما صرفت 58 شو قاعدوا منهم؟ هكا هو 44 مليون 44 مليون ثلاثة إجابات صحاح وحميد
حاجه سهله صح انت هذا المسرح والدنيا هاي سهلين هاو الراف السؤال الاولاني وقت شويه نز جد يعاونهم نهبط يدي ما تعرفش توب من هو مخرج مسلسل حسابات وعقبات حبيب سلماني في المجموعه الشمسيه ما هو ابعد كوكب على الشمس باس في اي سنه حاز تونس على جائزه نوبل للسلام عمي عامين 2018 عاصمة موريتانيا نواقشط في أي مدينة يقع برج بيزا المائل إيطاليا باس ما هي السيارة بالإنجليزية كار ما هو اسم حيوان أسرع حيوان بحري الفين المرض اللي قضى على نص سكان العالم لطف كورونا كوليرا على سكان أوروبا أوروبا كوليرا شجرة بها تكسر أنا مجرد نقول لك أوروبا قلت لك سكان العالم بها تصفيق علي أحمد كنت مش نجل لك زيدني الشجرة زيدني الشجرة شيء لا هو مش نسألوه لك وهي السؤال الشجرة مش نحسبوها مش نسألوك على المعلومة الشجرة ذكرت في القرآن تين شجرة التين والزيتون الزيتون برشا شجرة مخرج مسرحية حبات وعقبات الحبيب مسلمين صحيح كان كلمة زيلة تحية سيلة الشمسية ما هو أبعد كوكب عن الشمس نبتون في فما عارفه بيتزا في اي سنه حازت تونس على جائزه نوبل للسلام 2015 فازوا بها الرباعي الراعي للحوار الوطني الدوري لدعم مسار الانتقال الديمقراطي عاصمه موريتانيا نواقشط صحيح مدينه يقع برج بيزا المائل في بيزا اسمها بيزا في ايطاليا ما هي السياره بالانجليزيه كار اسرع حيوان بحري سمكه المارلين 110 كيلومتر في الساعه 110 كيلومتر في تبارك الله دوسوسيس ما هو المرض الذي قضى على نصف سكان اوروبا هو الطاعون طاعون 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 قديش عنده من اجابه صحيحه ابو حميد 3 اجابات صحيحه ابو حميد 30 مليون بالضبط 30 مليون اعزائي المشاهدين سلام عليهم اليوم خليهم يعطيهم الصحه فريق الممثلين شكون الزوز اللي باش يكملوا معنا الاسئله ماهيش ثقافيه توا باش نسالكم 5 اسئله كيما في المرحله الاولى تخمام التوانسه نتاع اسالنا 100 تونسي حاجات تونسيه حسام وفتحي هما راهم باش يقول لك التوانسه قداش قالوا على هذه وقداش يلا يلا هاي تصدم تصدم هاي زاد حسام حسام وفتحي الاستاذ يصدم هاي بالوش الحس انت صدمت على الجو صدمت على الجو على النصر كيفاه انا جيت جيت مريك الجو شكون يبدا كبير صغير تمشي تمشي فتحي باش يحطوا لك موسيقى لبرا استاذ تسمع موسيقى واحد وبعدك نعيطوا لك ما لازمكش تسمع شنو يصير لهنا اجا بحذر لا سيدي حس هيك الكاميرا متاعك انا زرج غادي الكاميرا متاعك هيك تخذ الكاميرا متاعك اسئله رفيعه مسهلين حس برجولي وتخمم لازم بتخمام التوانسه مش مخك انت بتخمام توانسه في الاغلبيه زعما شكون باش يمشيو تفكيرهم وما تضيعش الوقت في التخمام ما تعرفش تقول باس خاطر 20 ثانيه هم هيك الكاميرا متاعك كون حاضر قول لي نقص دورب اوكي بسم الله توب اسم امراه يبدا بحرف الهاء هاديه سمي لاعب كرة قدم تونسي هز كأس إفريقيا 2004 قيس غضبان خدمة عادة ما تعاني فيها من الحرارة عاود لي خدمة فيها سخانة كي تخدمها فيها برشا سخانة حاجة تضر كي تتعرض برشا لأشعة الشمس الجلدة اذكر ولاية تونسية فيها حرف النون نابل هادي معلم معلم مشيت النابل ديريك سهلة البلاد جامليك جندوبة في الوسط معتود مشي البلاد ديريك اقعد بحذانا شوفوا الإجابات حسين اسم امرأة يبدأ بحرف الهاش قلت أنا الحس هادية هادية ربوه حسين هو طلعت هادية زعمة أما هند وثما هادية قديش من تونسي زعمة قال هادية اسم امرأة بحرف الهاء هادية هادية 14 قالوا هادية كان عاد نسألك تقول لي هادي هاجر نقول هاجر سمي لاعب كرة قدم تونسي هز كأس إفريقيا سيدي طلعوا قيس الغضبان ما تخيلش فما توانسة
علاش قيس الغضبان يمكن من الجيل اللي قبلهم لاعب كبير قيس الغضبان والكل اما ينجموا وينجموا برشا يفكروا الجزيري ما جاش البالي يا محمد مرة جاية ان شاء الله نرجعوا قدماء قيس الغضبان قدماء معك لا ما قديش من وقت قالوا من 100 قيس الغضبان حسب رايك تصور زوز حتى ما قال قيس الغضبان كان قالوا قالوا شويه فما أثناش قالوا قيس الغضبان أكيد ملاعب الكبير قيس الغضبان خدمة عادة ما تعاني فيها من الحرارة الكويش في الكوش كويش واضح هذه أكثر واحد مرمى كوش هذا كوشي كوشي يا مدى قديش من تونس زعما قال كوش 50 الكوشة الحس قال كوشة وربي عينهم اللي يخدموا في الكوش 27 قالوا كوشة حاجة تتضر كي تتعرض برشا لأشعة الشمس البشرة تخيل لوجيك معنى البشرة بشرة السلطان غدرتنا بشرة السلطان كانت معنا البشرة الجوية البشرة 26 صحيح قالوا البشرة ولاية تونسية فيها حرف النون هذه أكثر واحدة مش تسمتها قلت نابل نابل أي ولاية العزيزة حتى أنا ولاية الوالدة الوالدة من هواريا ديربي الكابون أنا من هواريا الوالدة أنا من بوعرقوب بني خيرة تحديدا من هواريا وبابا من تستور ولاية وأنا من بوعرقوب ونخدم الحمامات بشرف سلموا عليها من الكل نابل بوعرقوب الكل 30 قالوا نابل حسام 101 على 109 على 200 برافو عليك الحسن برافو صحيح ونعيدوا توا فتح الذيبي يجيب حذانا فتح الذيبي نفكر سادة المشاهدين 30 مليون تنجم تربح شجرة منتقعات في الدار بميساج خفيف نظيف ام على 85 811 هاي مفتوح هاي أو كمية وتسعة على 200 إيش على السار الصالي تهلين يفتوح تهلين هاي الكاميرا بتاعك تهلين أنا هي كاميرا الكاميرا بتاعك ليك أربعة ولا خمس ساعات أربعة أنت يا ودي خليني في الخمس الأربعة ونص كيس كل حاضر قل لي حاضر يا ودي مانيش حاضر امشي حاضر اسمه نخزو ربي بسم الله توب اسم امرأة يبدأ بحرف الهاء هدى سمي لاعب كرة قدم تونسي هز كأس إفريقيا علي بومنيش خدمة عادة ما تعاني فيها من الحرارة الإطفاء حاجة تتضر كي تتعرض برشا لأشعة الشمس حاجة تتضر كي تتعرض ياسر لأشعة الشمس تتضر زبدة أذكر ولاية تونسية فيها حرف النون نابل تقالت نابل قالها حسام بيجي هذه مسخيل ولا يلزمني ان صحيح باهي 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 احنا مدبرين 109 دبرنا حتى 50 اسم امراه يبدا بحرف الهاء ايش قلت انا هدى هذوكم الاجابات نتاع حسام قال هاديه هدى فكر السادة المشاهدين اللي نلعبوا على الفلوس نجموا تقسموا الفلوس باش تتربحها اليوم ام على 85 811 اشترى 30 مليون يعاونوا باهي ام على 85 811 واللي يحب يربح مساج مسابقه الحوار التونسي اللي يحب يربح 100 مليون يبعث على 85 810 يربح الفلوس كاش 100 مليون هدى زعما قديش من تونسي قال هدى 20 قالوا هدى لازمنا نخلطوا للميتين لازمنا نخلطوا للميتين المشكلة في الإجابات متاعك أنا كي سمعتهم منطقيين جست السؤال الأخراني اللي ما جاوبتش عليه خطر عنده أهمية على 100 كان يجيو فيه صفر على 100 ينجم يقلب الموازين السؤال الأخراني اللي بتاع الولاية هذاك أنا جاوبت على 4 من 5 سمي لاعب كرة قدم تونسي هز كأس إفريقيا قلت علي بومنيجي حارس المرمى علي بومنيجي
وما فما برشا، فما حاتم ترابلسي، زياد الجزيري، كريم حقي، خالد بدر الشعادي، جوهر المناري، زعما تونس قالوا عليه بومنيجر، بداهم الجارديان تقول انت يبداهم الجارديان صحيح ولا وهبتي قداش من تونسي زعما قال عليه بومنيجر 30 35 علي بومنيجر 17 قال علي بومنيجر في المرتبه الاولى كان زياد الجزيري يا خاطر زياد الجزيري يمكن امريكا في الفينال وجاب بلانتي دومي فينال سانتوس وجاب بونتو في الربع نهائي اكثر واحد قالوا عليه زياد الجزيري واكثر اسم هاله تقال في الحروف بحرف الهاء توانسه قالوا هاله خدمه عاده ما تعاني فيها من الحراره قلت لرجال الاطفاء الحمايه المدنيه وربي عينهم يخدموا في خدمه تحيه لهم تحيه لهم سلك كامل يخدموا في خدمه يعملوا في برشا رزق المهم شي ياخذوا فك الملايين الزرقاء معناها باش يعطيهم الصحه ضحي ربي عينهم ربي عينهم طيب فقداش من تونسي زعما قال الحمايه المدنيه رجال الاطفاء هي تظهر انا بالنسبه لي اقرب وحده للمنطقه هي الحمايه المدنيه مع النار اكثر حاجه فيها سخانه زعما تونسي خمو كيفك قداش من تونسي قال زعما الحمايه المدنيه ثلاثين ثلاثين تونسي قال الحمايه المدنيه 24 لوجيك على الاخر اللي جاب توا قاعد انت تمر اجابه واحده قلت تمر ولا شنو كان قال الزبده معناها الزبده زعما الزبده زعما الزبده تربحنا فرحانه الشمس كان جينا كان جبت عليهم الزوز انا نلعبوا مرتاحين اما واحد بركه لازمك تجيب فيه 23 24 24 لازمك تجيب الزبده صحيحة صحيحة مع الشمس هكا سبناها مع الماكلة بزول الماكلة سبناها الزبدة مع الماكلة اون جينيرال زعما قداش من تونسي قال تضر بأشعة الشمس حاجة تضر بأشعة الشمس كي تتعرض لها هي الماكلة والزبدة الماكلة زعما قداش من تونسي قال نلعب على 30 مليون زعما الممثلين دراما اليوم جاو ولعبوا وربحوا السبيطار بشراء معدات للسبيطار خاطر الفلوس عام كم باش تتلم باش تمشي معدات ده عندي الترا زعما الممثلين اللي جاونا اليوم ربحوا باش يشريونا في المعدات للسبيطار ان شاء الله نعم ام لا هذا اللي باش نعرفوه توا قداش من تونسي قال الماكله باش تربح معنا 30 مليون علاش لا تربح شطر 30 مليون طبعا ام على 85 811 يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة جيتوا عملتونا جو وعملنا حلقة مزيانة الناس كل تروح فرحانة الناس كل تروح فرحانة معناها ربحتونا في الفلوس اللي باش يمشيو ان شاء الله لبلاصتهم يعطيكم الصحة صح لكم ميرسي بوكو ميرسي بوكو جمال كلمة الختام وميرسي بوكو اللي جيتوا وربحتوا الجمعية أقصد رب أقصد رب يا شاعر أقبل كل شيء محلية الجمهور فرحان أنه ربحنا الجمعية وربحنا مواطن زادة بالناس الناس نحب نقول شوفوني سنة في رمضان في كان يا ما كانش يعني إن شاء الله إن شاء الله بركة إلى كل عمل ناجح عمل محترم وعمل كبير عايش ربي يوفق تحية لكل مجموعة اللي قاعدة توا تصور فيه ثم مسرحية ليلى معاومة اللي هي من إخراجي وبطولة كرام عزوز لبنان عمان ومحمد علي المداني إن شاء الله نشوفوها على قريب زادة في
بعد خاطر ديما تعرف شهر جانفي الاول نتاعو ما ثماش برشا عروض، اخر جانفي ان شاء الله نبداو عروض في قاعة الريو، تحية للريو الحبيب الهادي. وثم مسرحية بروميتيو اللي هي باللغة الإيطالية واللغة العربية والدارجة التونسية، تخدمت في إيطاليا، أيمن مبروك معنا ومريم الصياح، إن شاء الله تشوفوها زادة في مارس في تونس. وشكرا على الدعوة وشكرا ديما للمجموعة. فنان جمال وديما مبدع، ربي يخليك لنا خويا، ربي يفضلك. الحس كريم خويا كلمة ميرسي بوكو على الاستضافة. نحب نقول عروض أليس ترجع بيانتو لو 21 في الأوبرا، يجي وشوفوا لا كوميدي ميوزيكال الكبيرة اللي بنضائي أنا وأسامة المهيدي مع مجموعة كبيرة. تحية للزملائي في مركز الثقافي الدولي بالحمامات، نخدموا في خدمة كبيرة، نخدموا على ريزيدونس ارتستيك ونخدموا على الفستيفال توا. تحية لأمي وبابا، بنتي دمدومة، أصحابي الكل، وماهر الحجام، حجامة ب 6000 عند ماهر، 6000 راهو. واش حجمت أنت؟ حجمت عند ماهر؟ شوية برك. هاو ميرسي بوكو. عايشك الحس، منورني خويا ديما أبو حميد. خويا صاحبي. خويا البيت. ميرسي بوكو على الاستضافة، محلية للجمهور، محلية على اليسر. ييييييس. أحلى صاحبي. دونك ميرسي على الاستضافة. دونك بالنسبة لي أنا وين موجود؟ في وسط الميدان نتاع الفن توا، فرحان برشا، عندي توا ليكول دو دونس نتاعنا هذه أنا وزوجتي، اسمها نيلا دانس كلوب، موجودين في سوسة تحديدا في أكودة، يجونا في دار الثقافة أكودة، طلوا علينا نرانيو صغيرات من عمرهم 4 سنين وانت طالع، طلوا علينا ماشيين في اثنين باش نكونوا ان شاء الله من احسن المدارس في البلاد هذيا. طلوا علينا جاوا بعضنا سي حتى من صغار حتى العمر فني سي جمال فهمني سي محمد. جاونا بي نعملوا في برشا جو غادي اوني بانوي، جاوا بعضنا طلوا على جونا في الساله، ادخلوا علينا تابعونا على على الانترنت على الدنيا الكل وفوالا، طلعوا عليكم قريب فات الشاشه. عاشك سلم ياسير، حاب نسلم على دانا امي واخواتي اصحابي، خاصة بنتي أيلين، نبعث لها بوسة كبيرة. أيلين ربي يفضلها لك. نسيت خواتي. سلم عليهم خواتي. سلم على خواتي خاطر يتنرفزوا عليا، وكا جماعة مدينة الثقافة أصحابي هذوك. نسلموا على لطفي ناجح. لطفي ناجح والأولاد وبدر. مفتوح، كلمة الختام. شكرا كريم، شعور خاص بالنسبة لي أنا نكون ضيف على تلميذي. والله يعطيك الصحة أستاذ، أستاذي قراني في الليسي وتقابلنا اليوم. أي كبرنا والله. ولا يعني أنك تكون ضيف للتلميذ تولي شعور آخر. أحليه عايزك عايزك. ومانيش ما نجيش ياسر أنا البلاتو، صوف البرنامج فيه جانب إنساني وفيه جانب ومبليس كريم. أي كريم. معلومة ومثقف بارك الله من قبل، عندك بذرة الثقافة وبذرة الثقافة. المناسبة أنا عندي زوز مسرحيات، مسرحية للأطفال مع مدام حبيبة جندوبي اسمه المعطف، وعندي مسرحية مع سنتر متاع جابس مجاريح مع حافظ خليفة. نوجه تحيتي لأمي بوباي في جابس وأخواتي. ربي يفضل ليها بوباي. بوباي تخيلش يقول بوباي الرابير أنا بعد خل. لا بوباي ومحليها بالكلمة متاعه ديما يحكي باللهجة متاعه حتى عاش لهجته محليها مسخيرة هو من جابس. محليها لهجة جابس من فضل من جابس من تبلبو من تبلبو 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 جابس. ما عادش مش كنت مسخير أنت؟ ماني قريت في السخيرة قريت في السخيرة هاي قريت فايصل وسخيرة جابس فايصل السينما باش تولي في تونس. و واخواتي وبنتي، بنتي فنون وولدي شاهين ومرتي، ونحييهم وان شاء الله نلتقي في ان شاء الله. علاش لا ان شاء الله استاذنا فكركم بعض الثواني باش يطلع الاسم مزيان، الاسم تاع اللي ربح معنا اليوم لوطه غادي باش يطلع لوطه نغزو كي يطلع مش غادي اعلى شويه اعلى شويه يطلع. ابعث اس ام على الام على 85 811. محمد سي محمد اليانجي شكرا على الاستضافه عايزك. اللي تزامنت مع عيد ميلادي اليوم. اليوم عيد ميلاده. عمرو عيد ميلاد سعيد. كل عام وانت حي بخير. خليك لنا عايشك، عندنا سيربريز لبرا، معناها باش نحتفلوا بعيد ميلادك لبرا، عندنا سيربريز. انا بسبب تحضير مسرحيه انا وكابتن جمال العلاوي، مسرحيه غضب
نعمل أول تجربة مساعد مخرج حضروا فيها في مستير. تحية كبيرة لأمي ولعائلتي ولحسادي، ربي يفضلهم لك، والحجام بتاعي الياس يا ربي يفضلهم لك، بارك الله فيكم والله. يعيشكم، نورتوني. نحب نفكر نقول لكم نورتوني يا سادة كبار، وبالحق نورتوني. نفكر بسلسلة عروض مسرحية فيزا اللي حبوا، ونستدعكم انتم راهو تجيو تجيو تتفرجوا. عمل يعني في ستاند اب، وفيه برشا دي مونولوج ودي ممثل المونودرام، وفيه يعني الخرافه في البدايه وسط النهايه. نعرفك انت جمال تحب وين العروض حاجه معناها عمل يكون معناها مخدوم خدمه باهيه فيه. وين العروض؟ مش عرض كوميرسيال 100%، فيه كوميرسيال اما فيه برشا خدمه تقنيات مسرحيه سواء في الكتابه والا في الاخراج. عروض ان شاء الله نهار 13 جانفي في المسرح البلدي في تونس، 23 جانفي في المسرح البلدي صفاقس، 27 جانفي في المسرح البلدي تونس مره اخرى، 29 جانفي في جنيف في سويسرا، 4 فيفري مسرح البلدي في سوسي. أيوة. سوسة، و5 فيفري في القروان. اللي يحب يقص يتكلم 24 700 016. ومرحبا بكم في مسرحية فيزا الجمهور، وانتم ضيوف الكبار. انا استنى العرض سويسرا بالله، نستحسعك العرض سويسرا. اسم الفائز تنعلوت، نقولوا له مبروك مبروك. اسمه تنعلوت، مبروك نقولوا له كل عام وانت عايش وسنين دائما 2022. هاي مبروك عليك يا حياة قلبي. ميرسي بوكو الببليك، الببليك بتاع الحوار التونسي. ميرسي مايك واف على الشعر وعلى اللحية مع الفويل، بدل اللوك حسين مايك واف فنان. هاني كوليكشن على اللبسة. ميرسي أمي با بوسكم، نحبكم برشا. تصبح على خير، ناس كل في حلقة جديدة من ملة توانسة.